وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وتدهور العلاقات التركية الأمريكية ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي بركات قار. سيد بركات، ما الذي تقرأه في طريقة تعامل تركيا، الحكومة التركية ورئيس أردوغان مع الإشكاليات المترتبة على انخفاض قيمة الليرة؟ مساء الخير. أولا حبيبتي الكريمة، يعني هذه الأمر بالحقيقة مسألة مهمة جدا، وهذه بالحقيقة تضر بالطرفين، والطرفين هم بحاجة إلى بعضهم البعض. من الصعب جدا تخلي تركيا عن أمريكا وأمريكا أن تتخلى عن تركيا، هذا أنا استبعد ذلك. لكن في هذه المرحلة الآن أمريكا وصلت إلى أو لاقت فرصة أن تضغط فيها على تركيا وتبعد تركيا أولا عن روسيا وثانيا عن إيران وثانيا في المنطقة حول مسألة الأكراد. يعني قضايا هي سياسية بالحقيقة عميقة جدا وأبعاد لها أبعاد إقليمية. لذلك الآن هم تظاهروا في مسألة القصف الأمريكي برونسون، لكن ليست هذه القضية بالحقيقة، هي واجهة فقط. لكن كمان لها دور، لا شك لها دور في خلخلة هذه العلاقات. طيب بالنسبة للمعارضة التركية سيد بركات، إلى أي مدى يبدو أن الجبهة المعارضة للرئيس أردوغان ستستغل هذه الأزمة بالنظر إلى أن دولا أخرى على رأسها الولايات المتحدة تقف وراءها كما يعتقد البعض؟ بالحقيقة أنا أفكر بشكل تالي، بأنها المعارضة البرجوازية الآن على مستوى الأحزاب البرجوازية في البرلمان وخارج البرلمان بدوا أن يصفوا الدور وراء طيب أردوغان وراء حكومته، ويعتبروه من هنا قضية قومية، بأنه الآن تزل تركيا في هذه الطريقة. لكن بالنسبة للمعارضة الديمقراطية الثورية بالحقيقة بالعكس تماما، لأنه هم دائما كانت المعارضة في تركيا ضد العلاقات مع أمريكا وضد وجود تركيا في حلف الناتو، وهم يعتبرون هذا استغلال كبير تاريخيا موجود. وللأسف الشديد الآلاف والعشرات الآلاف زجت في السجون بسبب فقط معارضة لأمريكا. لذلك القوميين المتحفظين، القوميين المتعصبين الآن هم أمام مفرق طريق. يعني الآن هذه أمريكا اللي كنت تدافع دافعوا عنها انتوا عن حلف الناتو، هاي بدت تزلكم، بدت ان تستغلكم، بدت ان تضغط عليكم في خاصه سيد في بركات التروفي. نتساءل ما هي الاوراق التي يملكها اردوغان لمواجهه هذه الازمه بالنظر الى خطواته وتصريحاته؟ أنا بتقديري الآن لا يملك أوراق مربحة إطلاقا الآن ضد أمريكا. صحيح هناك في قواعد عسكرية في تركيا، لكن هذه القواعد العسكرية لا يستطيع أن يتخلوا عنها إطلاقا، ولا بدني يحاولوا بشتى الوسائل أن يسووا الموضوع هذه الأزمة مع أمريكا، ويساوموا على قضايا كثيرة بالحقيقة. والوفد وجوده في أمريكا هذه يحمل هذه الرسالة، نحن مستعدين أن لا نصعد، أن نخفض أو أن نطبع العلاقات مرة أخرى، لأنه لا يمكن الآن بهذا الوضع أن يواجه أمريكا أطلاقا. شكرا جزيلا لك سيد بركات قار الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.